بداية استسالي شلون تشوفين اليوم موضوع العنف الأسري وأبعاده المستقبلية على المجتمع؟ العنف الأسري هذه مشكلة أزلية في البلاد، يعني مثلا نلاحظ هسه كثير من النساء، الأطفال وحتى الرجال يتعرضون إلى العنف. هذا السبب الرئيسي ليش يجي من الضغط النفسي، من ومو بس الضغط النفسي، كذلك المخدرات، الضغوطات اللي تصير بالعمل، هذه كلها تولد الكون انه يعني يعنف زوجته، يعنف اولاده، يعنف يعني حتى والدته ووالده. فهذه مشكله ازليه ويمكن تحل، والحلول بسيطه، انه مراجعه الطبيب النفسي. هاي اولا من اشوف نفسي انه انا عندي مشكله، المفروض انه اراجع طبيب نفسي. بس هسه حاليا ثقافه الذهاب للطبيب يعني يشوفون انه عيب. انا شلون اروح للطبيب نفسي؟ ايش راح يقولوا علي؟ انه انا مجنون، او مثل ما نقول بالعاميه انه انا مخبل. فلذلك هاي الحلول منين تجي؟ بدايه تجي من المدارس، يسوون ورش تثقيفيه للاطفال. نعم. انه انا شلون انا اتعامل من الاب يأذيني، شنو السبب؟ حتى بالمستقبل انه الطفل نفسه من هو راح يكبر بالمستقبل، شلون راح يعامل اطفاله اذا هو بالاساس معنف؟ فبهالحاله لازم على وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كذلك وزاره التربيه، لازم تعالج بهذا الموضوع، لازم تخلي بالبدايه باحثين اجتماعيين، هم صحيح موجودين بالمدارس من الباحثين، ولكن ما يسوون شيء.